يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده هي هداية. نعم. أكايا مجمع البنهان ريكا باقلو ربوه النبي صلى الله عليه وسلم ريكا نعدتا النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد، ندل الناس على الطريق، نعلمهم الشريعة، نبين لهم الدين التوحيد. ريكا باقلو ريكا جمع البنهان دقان فلو ترون دقان فلو بط. أما هداية التوفيق بأن ندخل أحد في رحمة الله أو نخرج أحد من رحمة الله، هذا لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يملكها أحد من بعده. هاي وكان جمع البنهان فلو منه أعجو ريكا هداية دا آتا بنجو منو تخنون إسلام ريكا جنج بفلو إسلام كي نبي صلى الله عليه وسلم كمين سماتة تخيب لاي هاي نعدار سيئن كو كمين سماتة تخيب بان